شكت وقالت دينا ومحبوبي دينا دي الغربة زادت وطالت يا ولد بيني وبيننا الأرض الأرض الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. وكن رب يدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم هنتكلم عن زي ما حضرتك شايف قدامك في الصورة كده نبات الفول البلدي. أو اللي هو فول الطعام زي ما بيقولوا عليه. الفول البلدي عايزين نتفق مع بعض الاول ان في اصناف منه مش احنا عارفين في مصر احنا بنستخدمه ايه. في القطر المصري احنا بنستخدم الفول البلدي في عمل فول المدمس وعمل الفلافل او الطعميه، خلاف مثلا اهل الشام اهل سوريا واهل العراق والحاجات دي بيعملوا الطعميه من حمص الشام. احنا في مصر هنا بنعمل الطعميه او الفلافل من الفول البلدي. طيب في صنفين، الصنف اللي قدام حضرتك في الصوره ده اهو اللي لسه ما مشيش ده بتاع الفول المدمس. يعني هناك اصناف تنفع للفول المدمس وهناك اصناف تنفع للفلافل او الطعميه وهناك اصناف تنفع لاكل اعزكم الله الماشيه والبهائم. طيب الصنف اللي حضرتك شايفه قدامك في الصوره ده هو لا تمثل بالكبر او في الصغر، في اصناف اكبر من كده وبتنفع فول مدمس وفي اصناف اكبر من كده وبتنفع فلافل او طعميه. طيب الحاجه الثانيه ان في مشكله بتواجه زراعه الفول البلدي اللي هي نبات الهالوك. نبات الهالوك ده بينمو متطفلا، ينمو متطفلا على الفول البلدي. يعني ايه متطفلا؟ بالمناسبه الصنف اللي جه ده اللي بينفع للفلافل، تمام وينفع برضه مدمس العلم بالشيء. الصنف اللي قدام حضرتك في الصوره ده، طيب نبات الهالوك بقى عشان ما ننساهوش. يعني ايه متطفل؟ متطفل يعني بيطلع في جسم نبات الفول بياخذ غذاء وبياخذ العصاره منه وكده يعيش كده لله في لله. التكيه بتاعته هو نبات الفول، يعني يعيش متطفلا او يعني زي ما بيقولوا كده بلغتنا الدرجه بيعيش سرقه، عايش حرامي، عايش حرامي. طيب دي تاني حاجه. تالت حاجه في الفول قلنا ان في اصناف تزرع عشان اكل الايه البهائم. بالنسبه مثلا لاكل البهائم بتبقى زي الماشيه، ماشيه الضأن زي الخرفان والاغنام، وخاصه الاغنام يعني الاغنام بس بعد الوقت بايه الاغنام بياخدوا قشر الفول، قشر فول بقايا قشر الفول اللي هو طالع من الطعميه، لان الطعميه او الفلافل اما بنيجي نعملها بالفول ده بننزع الغلاف الخارجي اللي بره ويبقى لنا الفصين او الفلقتين، لان احنا عارفين الفول من النبات ذوات الفلقتين. طيب دي اظن اصغر عيل عارفها دي في المناهج في رابعه ابتدائي وفي ثالثه ابتدائي كله درس الكلام ده. طيب الحاجه الثانيه وخش في موضوعنا بقى ما عدا الزراعه ودي ما يهمنا. وقبل ما انسى بذور نباتات الفول يجب ان اعاملها باي مبيد فطري، يعني احطها في مبيد فطري، لان الهالوك نبات الهالوك اللي بينمو متطفلا ممكن ان يكون في التقاوي. نبات الهالوك ده عباره عن فطر، يعني في هيبقى في جراثيم على الفول، يبقى عاملها بمبيد فطري عشان ما يطلعش في الارض تاني ويعمل لي مشكله كبيره. طيب ايه الارض المناسبه اللي ازرع فيها نبات الفول؟ الارض المناسبه اللي ازرع فيها نبات الفول هي الارض الرائعه، جميع الاراضي الطينيه، جميع الارض الطينيه
والصفراء التقيلة، ماشي على الأرض الرملية والملحية، على الأرض الرملية والملحية. طيب معاد الزراعة، معاد الزراعة من آخر شهر أكتوبر إلى منتصف شهر نوفمبر، يبقى من آخر شهر أكتوبر اللي هو آخر الشهر العاشر الميلادي، يعني الشهر العاشر في أشهر الميلادية، الشهر العاشر في الأشهر الميلادية إلى منتصف الشهر الحادي عشر من الأشهر برضو الميلادية إلى ميلاد السيد المسيح اللي هو أكتوبر ونوفمبر. طيب والتأخير في مشكلة، يعني ما تتأخرش عن نص نوفمبر، معك لحد نص نوفمبر تزرع فيه، يعني معك لحد 20 نوفمبر أو 20/11، يبقى 20 من الشهر الحادي عشر، يبقى معك من 15 أكتوبر و 15 عشرة إلى 15 الحادي عشر، ماشي. الفول برضو ده من قلنا من العادة البقولية، بيعمل عقد بكتيرية في جدره وتعمل على تثبيت النيتروجين الهواء الجوي، فلذا لا يحتاج إلى سماد أزوتي. فنقول بقى طرق الزراعة الأول، طرق الزراعة هنقول الزراعة اللي هي في خطوط بمعدل 13 إلى 14 خط في الأصبطية، وتقسم الأرض إلى شرايح وحواويل. طبعا دي كله عارف، أنا هعمل حلقة أقول فيها طرق الزراعة دي وعلى الطبيعة بقى، ولسه النباتات دي برضو كلها هنجيبها على الطبيعة بإذن الله. بس على فكرة احنا لسه مواعيد زراعة العروة الشتوية بتبتدئش، بس احنا مجهزين لها عشان بالنسبة للي هيزرع يبقى احنا ادينا له كورس مكثف للزراعة، يبقى على نور هو قبل ما يزرع، سواء ده اللي عنده خبرة، اللي ما عندهش خبرة يبقى عرفنا حاجات كتير جدا جدا جدا، ادينا كورس مكثف في الزرع اللي هيزرعها. طيب قلنا زراعة على خطوط، و زراعة على خطوط ماشي، وبيبقى على بعد 20 سنتي، يبقى ما بين بذرة كل بذرة والتانية 20 سنتي. كمية التقاوي، الفدان بيحتاج إلى 50 كيلو جرام تقاوي. أنا قلت الفدان ده عندنا في مصر هنا اللي هو 4200 متر مربع، 4200 متر مربع ماشي، يبقى بيحتاج ل 50 كيلو جرام على الخطوط، في الزراعة الخطوط ماشي. التسميد قلنا إنه بيحتاج كمية بسيطة من الأزوت، 10 كيلو أزوت، ومن 10 يعني من 10 ل 15 كيلو جرام يوريا، يعني بيحتاج أزوت قد إيه؟ من 10 ل 15 كيلو جرام يوريا، أو من 15 ل 22 كيلو جرام نترات نشادر للفدان، وبيحتاج من السماد الفوسفاتي من 100 ل 200 كيلو جرام سوبر فوسفات كالسيوم للفدان، برضه من 100 ل 200 كيلو جرام سوبر فوسفات كالسيوم للفدان. طيب الري، ريه المحياه بتبقى من بعد 2 ل 3 اسابيع، ريه المحياه دي اللي هي بعد اول ريه، يعني انا بزرع البذر وادي له ريه، بعد ما تنبت البذرات بعدها بقى باسبوعين او بثلاث اسابيع بدي ريه المحياه، بدي ريه المحياه تمام تمام. هو بيحتاجش ميه كتير، يعني هو بيحتاج ريتين، يعني بيحتاج ريه المحياه وبعدها كمان ريه بس تمام، لو لقيت فيه امطار تمنع الري كمان. الحصاد بقى 5 أشهر، من 5 لـ5.5 شهر. المحصول، المحصول بيبقى حوالي من 5 من 7 لـ10 أردب، يبقى المحصول من 7 لـ10 أردب، والأردب اللي هو 155 كيلو جرام و 250 كيلو جرام تبن، أو من 5 لـ7 أحمال من التبن. وكده قلنا كل حاجة عن الفول، اللي عنده أي سؤال بقى يسيبه في التعليقات. يا جماعة أنا الفيديوهات دي عبارة عن كورس مكثف، وأنا لسه هتابع معاكم في كل زرعة على حدة،
نعمل لها فيديو وعلى حده كده كل شويه من اول ما تتزرع، ومعاكم واحده 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 كده نعلمكم. وفي النهايه اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بشكر كل متابعين القناه الجداد وكل متابعين القناه القدامه، وان شاء الله مستمرين بكم، وشكرا.